شيخ بعض من العلم الذين يرون أن وطأ الحاج الناس هي المحرم يفسد الحج، استدلوا أنه يجب عليه الغسل الجنابة وإنما المرفوع هو المأثم والمغرب. إيش؟ استدل بعض من العلم. أقول وإن يجب عليه الغسل الجنابة وإنما الممنوع هو المأثم لا يأثم. نعم. كيف يرد على ذلك؟ نرد على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان إذا جامع في وهو في صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه كفارة ويسقط عنه الإثم، نرد عليهم بأمرين: أمر أثري وأمر نظري. أما الأثري فنقول إن الله تعالى قال في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد، وحصل تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. فقد أفطر الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين ظنوا أن الشمس قد غربت. وعلي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل عند تحت سرجه عقالين وهما الحبلان اللذان تشد فيهما يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض، فجعل ينظر إليهما فلما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك، ولم يمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. ومعاذ بن الحكم تكلم في الصلاة ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالمهم أن نقول هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. أما الدليل النظري الذي نرد به عليهم فنقول إذا سقط الإثم لزم سقوط الكفارة، لأن الكفارة إنما تكون من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم. فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة. وعموم العفو في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يشمل العفو عن الدم والعفو عن الكفار. نعم.